هاي دير ستودنتس، نايس تو ميت يو. أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط، نحييكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. Open your students book on page 17. Unit 2, lesson 3. My favorite kind of book. كتابي المفضل. Study the book covers. ادرس أغلفة الكتب and reviews. وراجع match each book. زاوج كل كتاب to a type. إلى نوع in the box below. إلى نوع الـ نوع القصص في الـ البوكس أو الصندوق التالي. هنا عندنا أنواع القصص اللي تتضمن الكتب: horror قصة رعب، وكوميدي قصة كوميدية، travel سفر، وفيكشن مغامرات، وأدفنتشر. هنا فيكشن خيال علمي، وأدفنتشر قصة مغامرات. One of the first novels. واحد من أول الروايات in the English language. في اللغة الإنجليزية. Robinson Crusoe. يعني مبين من الصورة مزاوجها مع adventure مغامرات. Destination Egypt. أصول مصر. Packed with detailed. معبأة مع detail information، مع معلومات مفصلة. This is the definitive guide. هذا إرشاد معرف for the discerning traveler، للمسافر المميز. Don't go without it. لا تسافر بدونه، ولا تذهب بدونه. يعني هذا مرشد سياحي، يعني عنوان الكتاب أكيد للسفر. لا طبعا هذا العنوان The Black Cat، يعني مبين للرعب أو horror. The sinister events، أحداث شريرة. In this story، في هذه القصة. Will keep you، قد تجعلك awake at night، مستيقظا خلال الليل. In epic، tale، قصة أو حكاية ملحمية. Of a journey، لرحلة. To destroy evil، لتحطيم الشر. Set in another world، وقعت في عالم آخر. يعني بين فيكشن، يعني خيال علمي. The funniest comedy book، الكتاب الأكثر ضحكا. Of the year، في السنة. Mr. Bean، يعني قصة أكيد كوميدية. هنا عندنا مقتطف من قصة يقول The island was empty، الجزيرة كانت فارغة. Was this a good thing؟ هل كان هذا شيء جيد؟ Or bad or سيء things أو شيء سيء. It was terrible، كان هنالك كان منزعجا. To be alone، أن يكون وحيدا. But people، لكن الناس. Might be dangerous، لكن الناس قد يكونون خطرين. There were frightened stories، هنالك كان قصص مخيفة. About the islands، حول الجزيرة. But my heart was full of fear، قلبي كان مملوء بالخوف. روبنسون كروز is the only survivor، هو كان روبنسون كروز هو الناجي الوحيد. Of shipwreck، من تحطم السفينة. He is alone، هو كان وحيدا. And afraid، وخائفا. On an island، في الجزيرة. Far away، بعيدا. From anywhere، من أي أحد. Over 28 long years، حوالي 28 سنة. He turns the islands، هو حول الجزيرة. Into a home، إلى بيت. Then بعدها. One day، في أحد الأيام. He finds a footprints، وهو وجد طبع أرجل. In the sand، في الرمل. رمال. Is there someone else، هل هناك كان شيء آخر؟ ولد كان شخص آخر. On the islands، في الجزيرة. Will Robinson Crusoe ever leave The islands، هل غادر روبنسون كروز الجزيرة؟ انتقل إلى تمارين Activity Book Unit 2 Lesson 3 Page 22، صفحة 22. Exercise A، Find the words، جد الكلمات. To describe each type، التي تصف كل نوع من of book، من أنواع الكتب. In the word search، في الكلمات المتقاطعة. Then label the books، وبعدها أشر على الكتب. لا تلاحظون هنا جدول لكلمات متقاطعة يضمن عناوين كتب وعناوين القصص اللي أخذناها
قبل شويه في كتاب الطالب. المطلوب من الطالب يعين اسماء الكتب او انواع القصص في هذا الورد سيرش او يعني مربع الكلمات المتقاطعه. طبعا يكون حل المربع على الشكل التالي. هنا نميز الكلمات الموجوده، عندنا كوميدي، عندنا هورر، كوميدي هنا قلنا قصه مضحكه، او هورر رعب، قصه رعب، ادفنتشر قصه مغامرات، فيكشن قصه، قصه خيال علمي، ترافل ترافل قصه سفر. وهنا عندنا الكلمة العمودية كاركتر، هذه الكلمات الموجودة عندنا في القصص اللي تتضمن عناوين الكتب الموجودة، يعني الكلمات الموجودة عندنا في المربع ويتضمن عناوين الكتب. طبعا بعد ما لقينا الكلمات يحاول الطالب يكتب هنا بالفراغ أنواع القصص اللي يتضمنها تتضمنها المربع. طبعا نمبر 1 هنا راح تكون ترافل سفر، نمبر 2 راح تصير هنا هورر رعب، 3 ادفنتشر مغامرات، و 4 فيكشن قصص خيالية، و 5 كوميدي قصة مضحكة. هنا نمبر 6 يقول بوكس كتب 2 إلى 2، الكتب من 2 إلى 5 ار اول تايب اوف كل الأنواع. يعني هي كلمة كاركتر اللي لقيناها بالعمود الأخير العمودي أو المربعات العمودية، يعني تتضمن كاركتر يعني شخصية اللي تتضمنها قصص الرعب وقصص المغامرات وقصص الخيال العلمي والقصص الكوميدية، يعني تسمى كاركتر شخصية اللي تمثل هاي القصص. يقول now find one word، الآن جد كلمة واحدة goes down، هاي لقيناها يعني الكلمة اللي تجي داون يعني من الأعلى للأسفل، هي كلمة كاركتر. هنا عندنا هاي طبعا مهمة تحفظ هاي التمرين. يقول a person in a book، شخص في الكتاب أو الفيلم or a play أو المسرحية is يسمى، شو نسمي هذا الشخص؟ نسميه كاركتر، نسميه شخصية يعني اللي هي هنا كاركتر، نسميه شخصية، هذا هو الشخص اللي يمثل الأدوار. عندنا اكسرسايز بي الصفحه اللي بعدها، كومبليت ذا ارتكل، اكمل المقال، وذا فيرب مع كلمه مع فعل، فروم ذا بوكس من البوكس يعني الصندوق، يوز ايتش وورد وانس، استخدم كل كلمه مره واحده. طبعا هاي الكلمات اللي موجوده نسقطها على المربعات على الفراغات ويكون قراءتنا للقطعه بهالشكل هذا. يعني اي هنا الكلمة اللي أنا اختارها read، I read in interesting book، أنا قرأت interesting book كتابا ممتعا recently مؤخرا. It was called، إنها كلمة was called، ناخذ كلمة was called يسمى، was called ال mountains، the mountains الجبال، of the moon جبال في القمر. It was a science fiction story، إنها كانت قصة خيال علمي. The main characters الشخصيات الرئيسية جيم اند ماري، جيم وماري، they هنا تاخذ كلمة وير، they were هم كانوا astronauts كانوا رائدي فضاء. You know people أنت تعرف الناس، هو الذين go هنا كلمة go تاخذ كلمة go، الذين go ذهبوا into space إلى الفضاء. They went ياخذ كلمة went، they went هم ذهبوا to the moon إلى القمر. they found a mountain هم وجدوا جبلا on the moon على القمر، وجدوا جبلا على القمر. it was made هنا كلمة it was made of إنه مصنوع من الجولد، مصنوع من الذهب. they هنا كلمة they هنا تاخذ كلمة got، they got lots lots of the gold هم حصلوا، هنا كلمة got هنا تاخذ كلمة got، lots of gold هم حصلوا على الكثير من الذهب. but then لكن بعدها the spaceship سفينة الفضاء was too heavy كانت أصبحت ثقيلة. it couldn't إنها لم تستطع take off
لا كلمة تيك اوف نختارها تيك اوف من كلمة تيك اوف لم يستطيعوا الإقلاع because بسبب it was ناخذ كلمة was it was very sad I'm sorry but then لكن بعد هذا space ship was too heavy أصبحت ثقيلة it couldn't هنا كلمة بالفراغ it couldn't didn't لا it couldn't take off هنا كلمة couldn't take off قلنا لم تستطع الإقلاع كلمة take off لم تستطع الإقلاع I didn't هنا كلمة I didn't like أنا لم أحب the ending لم أحب النهاية because بسبب it ناخذ كلمة was because it was لأنها أصبح كانت very sad قصة يعني النهاية كانت حزينة هذه الكلمات اللي يكون إملاءهن بالشكل هذا اسقاطات وهذا طبعا تمرين يعني يحفظ لان احتمال يجي جزء من عنده في الامتحان الوزاري والكلمات اللي تملي الفراغ يعني حسب الاسبقيه ريد وحسب اسبقيه الفراغ ريد was called was were called where go went was made of got take off didn't like what was هذا كل ما موجود في درسنا اعزائي الطلبه meet you next time.